نذير المياغري. نذير قبل كل شيء يظل نتيجة إيجابية للوداد الرياضي، تعادل هنا في ملعب المنزة. بطبيعة الحال فنتيجة 0-0 فهي نتيجة إيجابية بحكم أن جبنا مدرب جديد وتشكيلة جديدة، يعني المدرب باقي ما لقاش التشكيلة 100%، وإن شاء الله في المقابلة ديال العودة غتكون هي الحاسمة، وإن شاء الله نقولوا الكلمة ديالنا هناك في المغرب. نذير المياغري قاعد يدافع برشا على الوداد الرياضي في البطولة، ولا اليوم ضد النادي الإفريقي مردود متميز، لكن اليوم شفناك ضيعت برشا وقت يعني. الكل تعرف على ان الكاس الافريقيه يعني خاصك تكون شويه ديال الخبره، والحمد لله فتضيع الوقت هي من السلبيات، من زعما كي تنقولوا في الكوره داخله في نطاق الكوره. ونتيجة 0-0 فهي نتيجة إيجابية لنا، وإن شاء الله في المغرب نقولوا كلمة. في مباراة المغرب يعني كيفاش تكون الوداد الرياضي، كيفاش يقدم المردود نتاعو؟ في المغرب غتشوف أجواء أخرى وغتشوف الجمهور حاضر، رغم أن الجمهور التونسي كان حاضر بكثرة وساند الفريق ديالو، فكذلك احنا في المغرب عندنا جمهور قوي واللي تيدعمنا، وإن شاء الله غادي نهدوا له الفوز في المغرب. وشكرا. شكرا ليك زياد، كان هذا نذير المياغري حارس الوداد الرياضي. شكرا.